بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، لأن الشفاعة صارت شبهة يتعلق بها كثير من الناس، حتى في الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الإسلام وجد الكثير من الخرافيين والقبوريين والصوفية من يتعلقون بالشفاعة، ويسمون الشرك بهذا الاسم، أنها طلب الشفاعة منهم، ممن يطلبونها منهم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى بيان توضيح. ولهذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. والشفاعة في اللغة معناه شفع الشيء ضد الوتر، فبعد أن يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها فإنه يستعين بمن يتوسط له عند من هي عنده حتى تقضى له، فيكون شفعا بعد أن كان وترا، يكون شفعا في الطلب بعد أن كان وترا. والشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله، شفاعة عند الخلق. الشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة، شفاعة سيئة. قال الله تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة الحسنة هي الشفاعة التي فيها نفع للمشفوع له في قضاء حاجته عند من هي عنده، هذا من بذل المعروف والإحسان إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسانه على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة فيها أجر إذا كانت شفاعة حسنة. وأما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في طلب شيء محرم أو اعتداء على حق أحد، أو شفاعة في حد من حدود الله، فإنها شفاعة سيئة. وكذلك الشفاعة في ظلم، يشفع لأحد أن يظلم الناس ويأخذ حقوقهم، هذه شفاعة سيئة، عليه الإثم العظيم بسببها. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الله تعالى: وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا، أن يجمعوا إلى ربهم للحساب والجزاء يوم القيامة، ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم غير الله ولي ولا شفيع. الشفاعة عند الله لا تقبل إلا بإذنه سبحانه وتعالى،
فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا لجلاله وعظمته، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهو يأذن لمن يشاء بالشفاعة تكريما للشافع. ولها شرطان عند الله، ما تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لهم ذنوب أو لهم سيئات استحقوا بها العقوبة، يشفع لهم عند الله عز وجل. وأما الكفار والمشركون، الله جل وعلا قال فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذا الشرط الأول، من ذا، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه، لعظمته وجلاله كبريائه. نعم. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، كم خبرية، أي كثير من الملائكة لا يعلمهم إلا الله، مع مكانتهم عند الله وقربهم من الله، فلا يشفعون عند الله إلا بإذنه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يعني يأذن الله لهم بالشفاعة، هذا شرط. والشرط الثاني ويرضى، يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. وأما أهل الشرك والكفر فإن الله لا يرضى ولا يأذن الشفاعة لهم. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن القلوب. نعم، هذه الآية هي التي يقولون أنها تقتلع الشرك من عروقه. فالذين يدعون من دون الله عز وجل ليس لهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل شفاعته. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهم آلهة المشركين من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين الذين زعمتم. وقال زعمتم يدل على البطلان، لأن الزعم أكذب الحديث، كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي غير الله، لا يملكون مثقال ذرة. ذرة هي النملة الصغيرة أو الهباءة التي تطير في الهواء. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل الملك لله الواحد القهار. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ملكا مستقلا، هذه واحدة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك. إذا لم يكونوا مستقلين بالملكية فعلى الأقل يكونون شركاء، وليس لهم شرك في السماوات والأرض، لا قليل ولا كثير، وما لهم فيهما من شرك. الثالثة: ما له منهم من ظهير. وإذا لم يكونوا شركاء المشفوع عنده، على الأقل يكونون وزراء عنده، يظاهرونه ويعينونه، مثل ما يكون عند الملوك والرؤساء. الله ليس عند، ما له منهم من ظهير، لا يساعده أحد ولا يعينه أحد لاستغنائه سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم الخامسة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إذا لم يكن وزيرا ولا ظهيرا عند المشفوع عنده، فعلى الأقل
الشفاعة يشفع عنده، الله لا يقبل شفاعتهم إلا بإذنه، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. إن سدت الأبواب على هؤلاء المشركين كل هذه الأمور مستحيلة في حق من عبدوهم، فلا طمع لهم بالشفاعة والخلاص من العذاب وما وقعوا فيه. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا هو الشرط الأول، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كلام على آخر الآية تقدم في الباب الذي قبل هذا في حديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان وتكلمنا عليه. نعم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه. أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كان بأبي العباس. نعم. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، من هذه الأمور كلها منفية. نعم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. نعم، فنفى عن غيره مما يدعوه المشركون ويتعلقون به أن يكون له ملك مستقل أو شرك، ما لهم فيهما من شرك، ليس له ملك مستقل في السماوات ولا في الأرض، وليس له شرك أي شركة ولو قلت، وما لهم فيهما من شرك، السماوات والأرض والملك لله خالص لله سبحانه وتعالى. نعم. أو يكون عونا لله، أو يكون ما له منهم من ظاهر، هذا هو العون. نعم. ولم يبقى إلا الشفاعة. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. نعم، لم يبقى إلا الشفاعة. الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين، أولهما أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه، يقبل الله قوله وعمله. نعم. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى في الملائكة ولا يشفعون إلا، يعني الملائكة، إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني، وهو المسلم الذي استحق دخول النار بسبب ذنب من ذنوبه دون الشرك دون الكفر، فهذا تقبل فيه الشفاعة إذا أذن الله بها ورضي عن المشفوع فيه كونه من أهل التوحيد. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. يقول الشيخ رحمه الله فهذه الشفاعة التي يزعمها المشركون ويتكلون عليها منتفية يوم القيامة، لا تقبل لانتفاء شروط قبولها. نعم. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن في هذه الآية، نفاها القرآن في هذه الآية، فلا مطمع لهم بها، نسأل الله العافية. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. نعم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم، من شروط الشفاعة كما سبق أن يأذن الله للشافع أن يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم محمد أعطي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو أنه إذا طال المحشر على الناس 50,000 سنة واقفون على أقدامهم يلجمهم العرق
وتدنو منهم الشمس، فيقول بعضهم لبعض قدموا إلى الله من يشفع عنده من أنبيائه، فيأتون إلى آدم عليه السلام يقولون أنت آدم خلقك الله بيده وأنت أبو البشر، ادعو الله يريحنا من الموقف لنستريح من هذا العناء الشديد. فيعتذر إليهم آدم عليه السلام ويقول إنه يذكر أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، فهو يعتذر بهذا العذر ويقول اذهبوا إلى ابن نوح عليه السلام، يقولون له أنت نوح، أنت أول الرسل، أول الرسل الله عز وجل، يطلبون منه أن يشفع لهم، فيعتذر ويذكر لهم أنه سأل الله في ابنه الذي غرق مع قوم نوح لأنه على دينهم، وعاتبه الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، إنه عمل أو أنه عمل غير صالح. فيقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فذكر هذا الذنب واعتذر أن يشفع لهم. فيقول اذهبوا إلى موسى عليه السلام، يذهبون إلى موسى ويطلبون منه، ويذكر لهم ما حصل منه من قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، ويقول اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون أنت كلمة الله وأنت روح الله وخلقك الله بيده، اشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. ويعتذر إليهم ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب غضبا بعده، وأنا لا أسأله إلا نفسي، حتى مريم التي ولدتني لا أسألها، إنما أسأل نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، ولكنه لا يشفع ابتداء عند الله، بل إنه يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله سبحانه. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين لا يشفع عند الله إلا بإذنه وبعد أن يخر ساجدا بين يديه، هذا دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا واضح من هذا الحديث العظيم. نعم، شكر الله لكم الشيخ صالح، ونستأذنكم شيخنا الكريم بأن نستكمل هذا الدرس في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لزميلي الذي سجل هذا الدرس، زميلي عبد الله المواش، ونلتقي إن شاء الله معكم لنستكمل هذا الباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.